كان النهارده الاجتماع خاص بالجماهير والدخول الملعب والعمليه التنظيميه، وخصوصا يعني كلنا عارفين مش هنضحك على بعضنا اللي جماهيرنا عانت الفتره اللي فاتت وشكل كان واضح جدا، واحنا طبعا عارفين كويس قوي، واحنا كمان برضو كادارات او كاداره شغاله او مجلس اداره بنعاني برضو برج العرب، بس عايزين ما ننساش دايما اللي احنا عملنا اول ماتش في استاد القاهره كان ماتش منانا وحصلت المشكله. فاحنا مش هنقول يعني بنقول دايما احنا عندنا ثقه في جماهيرنا وعندنا وعي بجماهيرنا وعندنا ثقه في الامن برضو ان شاء الله، وهنسعى جاهدا ان شاء الله بعد ماتش دور الثمانيه يعني خلاص باذن الله تاهلوا دور الثمانيه، هنسعى يبقى في تنسيق مع الامن لمباراه الافريقيا تتلعب ان شاء الله في القاهره بقدر الامكان عشان خاطر الدعم لجماهيرنا ودعم للفريق، واحنا محتاجين الجماهير. فيعني انا برضو سامع الناس مقاطعه المباراه، يعني ما بحبش كلمه مقاطعه، جميل النادي الاهلي دايما معاه في كل مكان وفي اي وقت وفي كل ظروف، ناس كانت بتسافر وقت افريقيا وبتسافر وقت في كل حته واسوا من كده بكتير وبنشوف. فيعني الكلمه دي انا شايفها دخيله على النادي الاهلي وشايف اللي فيه ناس بتغذي هذا الموضوع. لا، اداره النادي ما بتاثرش، مجلس اداره ما بتاثرش، من اول يوم احنا يعني سعينا جاهدا اللي احنا نرجع جماهيرنا، والحمد لله يمكن كابتن خطيب نجح اللي احنا نعمل مباراه في استاد القاهره ونجح يعمل مباراه بجماهير كان بقى لها اكتر من 3 سنين او 4 سنين ما بتتلعبش في استاد القاهره، واللي حصل للاسف اللي حصل حصل، خلاص ما فيش مشكله فيه، لكن بنقول للجماهير احنا دايما بندعم فريقنا في اي ظروف وفي اي وقت، وده اللي احنا المعتاد على الجماهير، فما ننسقش ورا يعني مش عايز اقول ناس بتخش عشان خاطر تعمل لا يعني احنا فريقك بتكسب الحمد لله، وده الاهم بالنسبه لنا. فعشان كده النهارده الاجتماع عشان خاطر نشوف اكتر سبل نريح بيها الجمهور وازاي يبقى فيه تنسيق بين الاداره وبين الامن عشان خاطر جماهيرنا اللي رايحه، ومتهيألي الجمهور النهارده بيروح بيلاقي الامن موجود وبيلاقي شركه الامن موجوده وبيلاقي المديرين موجودين، وده ما كانش بيحصل قبل كده. فانا بقول لهم احنا معاكم وبندعمكم وواثقين فيكم طبعا على طول، لان احنا من غير جماهيرنا دايما محتاجينها، محتاجين دعمهم معانا. فان شاء الله بعد المباراه دي باذن الله هنبدا نخش مرحله الدور الثمانيه، عشان كده يمكن الفتره اللي فاتت احنا كنا بنتحرك بس ما بنرضاش نعلن كل حاجه، لكن دور ال 16 يخلص على خير ان شاء الله والنادي الاهلي يتصدر المجموعه، دور الثمانيه هيبقى ليه شكل تاني باذن الله ان شاء الله. هو احنا على 10,000 واحنا استكفينا بال 10,000 دي، لان انت زي ما انت شايف يعني انا بقول لك النهارده في الاقبال ضعيف فما فيش مشكله فيه، لكن ان شاء الله باذن الله ال 10,000 تذكره موجودين. ابتدى فعلا بقى في عن طريق النت وصل ل 1000 تذكره مباعه على كافه الفئات، واحنا بنطرح الفئات كلها مش محاضه بس، في المقصوره الاماميه تم حجزها، الاولى شمال تم حجزها، المحاضه تم حجزها، فانت من 1000 ل 1200، وشركه فالكون بتستلم دلوقتي عشان النهارده الساعه 8 بالليل هيتم توزيع وتوصل التذكره لحامل البطاقه الجماهير النادي الاهلي على مستوى الاعضاء الجمعيه العموميه في الثلاث منافذ الساعه 3 ان شاء الله باذن الله، هتتوفر التذاكر في الثلاث منافذ تبقى موجوده. في دعوات الاتحاد الافريقي ان شاء الله تم توصيلها والشركات الرائعه، كل الالتزامات الخاصه بالاداره الحمد لله احنا عملناها، ربنا سهل. بندرس دلوقتي جديا ان احنا نفتح منفذ في اسكندريه في استاد اسكندريه، وده كان بالتنسيق مع الامن امبارح، فبندرسه برضو عشان خاطر النادي الاهلي بيتحمل مسؤوليه جماهيره، فعشان كده برضو عايزين نضمن ان التذكره هتروح لجمهور النادي الاهلي الحقيقي، ما يبقاش فيه حد مندس في وسط الجماهير يثير القلق او يثير شغب، احنا ما بنصدق ناخد خطوه لقدام واحنا واقعين بجماهيرنا. فهناخد القرار لسه بس يعني منتظرين نشوف القرار الصائب ايه ان شاء الله باذن الله، ممكن نفتح منفذ في استاد اسكندريه بحيث برضو يبقى التذاكر متوفره لجمهور النادي الاهلي في اسكندريه الساعه 8، وهنحاول برضو نفتح منفذ في الساحل الشمالي، انت برضو عارف لسه اجازات الصيف ما خلصتش وفي ناس كتير جدا في الموجودين دلوقتي في منطقه الساحل، فعايزين برضو يروحوا المباراه، فهنحاول نوفر لهم منفذ ان شاء الله باذن الله وهنعلن عنه. يعني الامور ماشيه بشكل كويس باذن الله. يعني هو قوه النادي الاهلي دايما معروفه، قوه النادي الاهلي بجمهوره، جماهير النادي الاهلي هي اللي بتديك الدافع القوي اللي انت بتلعب. انا هقول لك انا يعني كراجل لعيب النهارده لو انت نازل عندك هتأدي بنسبه 30 40% 50% الجمهور بيخليك تقدم 200%، يعني جمهورك دايما هو اللي بيديك الحماس، دايما انت بتقاتل عشان خاطر جماهيرك، بتبقى حاطط في دماغك اللي هو بيعاني قد ايه عشان خاطر يشجعك، فانت بتبقى دايما عايز تفرحه وعايز تبسطه. الالعاب اللي من غير جماهير يعني يمكن احنا الوتر بول كانت الالعاب اللي بنسميها لعبه شهيده، لكن النهارده في جمهور معاك، فهي دي احنا عشان كده بنقول دايما جمهور النادي الاهلي هو الدرع الحقيقي للنادي، وهو يعني اللاعب رقم 12 في الملعب دايما، او اللاعب رقم 7 لو انت اللعبه 6، فدايما احنا بنقول جماهير النادي الاهلي هي العامل الاساسي للانتصارات اللي بتحصل في النادي بقى، فربنا يكرمنا ان شاء الله باذن الله.
طبعا كلام مهم جدا من العميد محمد.